السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التورته اللي كتجي لذيذة رائعة شكلا ومذاقا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. تورته بمكونات متواجدين تقريبا في اي بيت، اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. ندوز المكونات وطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى غادي نحتاجو 4 البيضات وكاس ديال السكر، ممكن أقل، ما يعادل 180 غرام، ورشة ملح، وغادي نسم بقشور الليمون أو البرتقال. إن شاء الله مازال غادي نشارك معكم الطريقة. ممكن تنسمو بالفاني أو الحامض. غادي نطربوا هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على خليط اللي ابيض. الا ما كانش عندكم طراب الكهربائي ممكن تستعملوا الطراب اليدوي. ملي كنحصلوا على خليط على الشكل هذا كنضيفوا 80 مللتر ديال الزيت و 80 مللتر ديال الحليب، وكنخلطهم مع بعضياتهم مزيان. من بعد غادي نضيفو الدقيق تدريجيا، غادي نغربلوه. غادي نحتاجو تقريبا 300 غرام ديال الدقيق. غادي نبدا نضيفو شويه بشويه، ممكن نحتاجو 300 كامله وممكن اقل من 300 غرام. نخلطو حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي كيكون خفيف، ما تيكونش ثقيل وفي نفس الوقت ما تيكونش خفيف بزاف، لان الا كان خفيف بزاف غادي طيح لينا الكيكه ديالنا ما غاديش تطلع، والا كان ثقيل غادي تجينا من الداخل مدقصه ما كتجيش خفيفه. وغادي نضيف خميرة ديال الحلويات ما يعادل 15 غرام، غنخلطو مزيان باش ما يبقاش عندنا دوك الكويرات ديال الدقيق. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على خليط على الشكل هذا. بالنسبه للمول اللي غنديرها فيه، القطر ديالو 28 سنتيم. ممكن هاد المكونات تقسموهم وديروا المول ديال 24. غادي ندخلها الفرن اللي مسخن من قبل 180 درجه، وغادي تستغرق لنا الوقت ديال 20 حتى 25 دقيقه، ما كتاخذش وقت طويل يعني بسرعه كتوجد. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي تبارك الله خفيفه وكتجي محمره. انا غادي نسقيها بكاس ديال الحليب. الا كنتو غادي تسقيوها بالحليب اللي هو بارد كيف ما تخرجوها من الفران سقيوها مباشره، والا كنتو تسقيوها بالحليب اللي سخون خليوها حتى كتبرد عاد كتسقيوها بالحليب السخون. غادي نتكوها مزيان باش تشرب لينا داك الحليب اللي غنسقيوها به. وغادي نحضروا الطبقه الثانيه اللي فيها 1 لتر ديال الحليب و 3 أو 4 المعالق ديال النشا المايزينا.
وغادي نضيف واحد الفلون بنكهة الفاني، غادي نوضعهم على نار اللي هي متوسطة حتى كنحصلو على خليط اللي هو كريمي. تقريبا 5 دقائق فقط كنحصلو على خليط على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفو على الطبقة الأولى اللي حضرنا من قبل، وغنخليوها حتى كتبرد. بين ما تبرد لنا الطبقة الثانية غادي نحضروا الطبقة الثالثة اللي غادي نحتاجو فيها 300 مللتر ديال البرتقال أو الليمون، واحد الفلون كراميل، غادي نحركوه مزيان وغادي نوضعوه على نار اللي هي متوسطة تقريبا 3 أو 5 دقائق فقط. غادي نطفي على النار وغنخلي الخليط ديالنا يبرد واحد شوية. غادي نقطع واحد جوج حبات ديال البنان وغادي نعصر عليهم نص حامضة باش يبقى باللون ديالو. ملي كتبرد لنا الطبقة الثانية غادي نصطفو عليه هذاك البنان من الفوق، وغادي نخويو الطبقة الثالثة اللي هي البرتقال والفلون كراميل. بطبيعة الحال كنخليوه حتى كيبرد شوية عاد كنخويوه، وكتخليوه حتى كيبرد مزيان تقريبا ساعتين او 3 السوايع، عاد كتزينوه بالطريقه اللي كتفضلوا. انا زينته بهالطريقه هذه، زينته بشويه ديال الليمون من الجناب وشويه ديال الفريز من الوسط. كيف ما كتشوفوا التورته ديالنا هي وجدات، كتجي رائعه، الشكل ديالها كيجي رائع، والطريقه اللي هي سهله ما كتاخذش منها وقت طويل، والمذاق اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بتشجيعاتكم وشاركوا مع الأصدقاء والأحباب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء، إلى فيديو وصفة أخرى بإذن الله، مع السلامة. تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي.